تويوتا برادو في طريقها للسعودية بعد إطلاقها في الكويت ودولة الإمارات، وهذه أهم مواصفات جيلها الخامس. أولاً، أبرز مزايا السلامة: 10 وسائد هوائية، مكابح مانعة للانزلاق وأخرى ذاتية للطوارئ مع تحكم في قوى الجر، تحذير أمامي من التصادم وخلفي من حركة المرور، مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات. ثانياً، المحركات، إذ تأتي بخياري محركات كلاهما رباعي الأسطوانات، أحدهما وقود تيربو بسعة لترين و400 ملي لتر وبقوة 277 حصاناً وعزم دوران 430 نيوتن متر، والآخر ديزل سعة لتران و800 ملي لتر بقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر. ثالثاً، صرفية الوقود، الديزل يقطع 14 كيلو متراً و100 متر عن كل لتر، والوقود يقطع 10 كيلومترات و600 متر لكل لتر. رابعاً، الحجم، إذ باتت أقصر وأنحف أطول عن سابقاتها من فئات، إذ تأتي بطول 4 مترات و90 سنتيمتراً وعرض مترين و10 سنتيمترات وارتفاع متر و90 سنتيمتر. خامساً، الأسعار، في السوق الكويتية تبدأ من 15,000 إلى 20,950 دينار كويتي، أما السوق الإماراتية فتبدأ من 199,900 درهم إماراتي وصولاً إلى 264,000 درهم.